بسم الآب والابن والروح القدس آمين. وأشفق عليه أو تكون ليش؟ هل بس لأنه شاف منظر مرعب؟ ونحن بنعرف أنه مرض البرص من أبشع الأمراض اللي بتتآكل فيها كل لحم الإنسان مع آلام مبرحة تصال إلى العروق وإلى العظم، وبسبب الوجع بيؤدي إلى جرحى وقد يخسر الإنسان حتى حياته. هذا المرض الخبيث الذي يأكل الإنسان في لحمه وفي روحه وفي نفسه، لأنه أولاً يدخل في آلام مبرحة مثل ما قلنا، يعزل عن المجتمع، يحرم التخالط مع الإنسان، يبقيه وحيداً منفرداً يتألم لذاته ومع ذاته دون أي تعزية من اللي حواليه. وحتى نحن بنعرف بالماضي كانوا يعلقوا له جرس حتى الناس تهرب منه. كيف تجرأ يسوع أن يخاطبه؟ ولماذا خاطبه؟ وكيف أشفق عليه؟ ونحن بنعرف أكثر أنه بالماضي وفي ذهنية التاريخ اليهودي والشعب اليهودي والفكر اليهودي كان الإنسان المصاب بهكذا مرض أو ما يشابهه كان إنساناً خاطئاً لدرجة، وكأن هذا المرض هو قصاص من الرب لحتى يكون عم بدينه على الأرض تيدينه بالسماء. ولكن على رغم ذلك يسوع سمع نداءه، وقف واستجاب لصراخه، ودخل في علاقة وفي حوار معه. مش غريب شوي الموضوع؟ لماذا وقف يسوع؟ وما هو هذا النداء؟ ما هو هذا الصراخ؟ هل هو فقط تعبير عن حاجة جسدية؟ تعبير عن رغبة بشفاء لحمي؟ أم شيء آخر؟ إيمان؟ أم ندامة؟ فإن كان طلب الشفاء الجسدي المقرون بالمرض الروحي، أليس أودكن هو صراخ استغاثي لندامة داخلية وغفران روحي مع شفاء جسدي؟ وليكو بلحظة اللي منستغيث، بلحظة اللي منطلب، بلحظة اللي منصرخ بنداء من القلب، كيف منقدر نخلي الله يوقف قدامنا يحكينا يخاطبنا ويستجيب لنداءاتنا؟ الله البي الحاضر بالابن يسوع اللي كان بسفر التكوين الفصل 6 عم بيعبر عن ندامته للخليقة، لأنه هذه الخليقة التي صورها على مثاله وخلقها لتكون شريكة له أنكرته، عاصته، قتلته، وأرادت أن تكون مكانه. شو بشع! ولكن على رغم ذلك هذا الأب الحاضر بالابن يسوع ما زال يريد لا موت الخاطئ بل خلاصه، لا دينونة الخاطئ بل نجاته. ولذلك يعطي الفرصة والأخرى لهذه الندامة ولهذه الصرخة النابعة من القلب ليقف إله السماء أمام إنسان الأرض فيعطيه مشتهى قلبه بلمسة، بكلمة مليانة من نسمة حب فيحيي هذا الإنسان. فأشفق عليه وأقامه وأبرأه وأرسله إلى الكهنة ليقدم القربان فداء وعربون عن شفائه وطهره. تخلى الله عن ندمه لخليقته ولخلق الإنسان، وغلب رحمته وعفوه على خطية الإنسان، خصوصي قدام هذا النداء الروحي
والإنسان النابع من قلب يستغيث، فالله لا يرد توبة الخاطئ وندامته. ونحن اليوم إذا وقف الله أمامنا أيندم أم يشفق؟ ما يمكن أن يكون موقف الله اليوم إذا وقف قدام أنا أنت وأنت، قدام الخليقة جمعاء وقدام الخليقة المتمثلة بكل فرد منا، ما سيكون أو تكون موقف الله اليوم؟ نقطة محبة ونقطة رجاء ونقطة إيمان واستغاثة بنعمة الله بتحول التاريخ الشخصي والعام. أو تكون نحن اليوم نتعلم الدروس من اللي سبقونا ومنوقف قدام لحظة الحقيقة قبل ما توصل النهاية، ومستعدين نصرخ من القلب صوب الرب ليشفق لا ليندم. يا ريت اليوم حقيقة منخفف حكي ومنتعلم شو نحكي وكيف نحكي. مش مهم بالصوم انك ما تاكل، المهم قديش بتعرف الطعمة. مش مهم بالصوم تتعلم تسكت، المهم تتعلم كيف تحكي وشو تحكي. مثل ما بيقول قديس لبنان والعالم مرشد بل، ما تحكي إلا وقت اللي بيكون كلامك أفيد بكتير وأنفع بكتير من سكوتك. إذا الكلمة ما رح تبني حب الله بالإنسان وحبك للإنسان، خليها بقلبك أفضل ما تكون كلمتك عم بتدينك وتجرح قلب الله وخياك الإنسان. خلونا اليوم مع الأبرص نصرخ تنزيل من قلب الله كل الندامة لأنه خلقنا، ونخلي قلبه يتفطر من الحب والشفقة تيرحمنا. آمين.